living with God's update, with the settings and public settings, community room, or settings and this. طب انا كان في بتاع كده بغير الشكل ده برضه شكله هلعب مش عارف برضه بايظ برضه بايظ مش عارف مش عارف بايظه مش عارف مش عارف مش عارف والله لا انا فاهم مش عارف كنت لسه مسجل فيديو والدنيا بايظه معايا وبعدها جيت اجي انزله لقيته مش موجود ما تسجلش وراح وقعدت تسجيل ساعتين او حاجه زي كده الحياه مقفله معايا والارض بايظه متفرج على اللايف عشان اشوف فيه مشكلة كده ولا لا الصوت كده الو صوت فاضي كده الو شكرا في الباب اصلا مش فاهم دي اي حاجه انا كده بغيت من هنا اصلا ايه المز ده معلش يا جماعة على لها مش كل ده عربياتي في عربية هناك لازم اظبطها اصلا ممكن كتير مش بجد هنديها الورك شوب هاي يلا 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 Thank you.
اكيد في فتحة هنا كده. اشتري وصلك تشتري ها؟ لا انت من طولنا الرمبة ده. انا عاسف انا اسف يا اشرف حمر سوري سوري انت متي؟ انت لسه عايشة؟ اسف جدا سوري ما خدتش بالي انت متي؟ موتة دي حياتي اسمي كان عندها عملية حلوة عملتها كانت جميلة ما شاء الله ما شاء الله مع السلامة تعرف حاجة عشان محدش يشتبه فيا يبقى الست عملت حادثة وانفجرت هي وعربية كده على العربية كده ممكن يقول مثلا العربية انفجرت وانت تركي من الشباك فا اوكي عشان يجيبك قضايا تحقيق ده في بنت شافتني الله 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 مش لما نعمل مهمات تمشي عشان تتعلمي انفجرتش ليه كان كده ايه ده في ايه يا جماعه عم تجروا ليه What is happening اوكي what is happening في ست ميتة فين عوضها هاي هنا قاعدة من هنا تجري من ايه سوري سوري بس في شيء بتجي اي ايه ده بيجنون ده بس من هنا اي حاجة اوفيس جراج 1 Bruising. I have bruising. Can you arrive on the head? Let's stand this. Stand here. The. No, not this. Or this. Can you arrive here? Take. انا عايز اركب التانية بس هظبط دي الاول كم عربية كده وبعدها اروح اريك البلاتش ماجيفاي يو زيكو تن 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 بقى قروش what are you after اعلى حاجة بيكس I kind of think the best way to stop could be not starting at all حتى الابيض ايه المنظر ده خليها ابيض خليها ابيض she's a beauty شكرا شكرا ايه اللي she is beauty انا اصلا مش شايفه الاكزوست هنا ممكن يكون طالع من الجنب مثلا انا مش شايفه اصلا ده هو كل ده ايزو طب انا مش شايف حاجه بتتغير يعني اي حاجه في ثانيه في ثانيه في ثانيه محل كده سباقات بقى اوف دي حلوة بس لو ممكن ادمجها مع دي بقى تحفة ايه ده اخد انا احسن life is hard when you can have anything حسن ده ازرق مش بلاي كوم
Whatever you desire. Technology and budget permitting. Bodywork to match the driver. Second. المرايات يعني خليها زرقاء في حاجة مش مهم مش مهم برضه مش واضح يعني مش عايز سبويلر اصلا لا هتبقى حاجة بس تحسها كده كل جمع قدام وورا فاضي كده تحسها كده ما هتقول ايه should give you the right amount of balance في عربية كنت بلمسها كده وقدامها بيقع دي اللي بيتم بيها جليتش دي يمكن دي لا اطلع 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 بقى ولا دي تاني عربية انا فاكر شكلها عن ليجندري هروح اعرف اسمها جاي جت اسمها بابها كده تلمسه يقع على طول انا شاريها مش عارفه اسمها ايه تقريبا اسمها جوتي فيجن حاجه كده كانت اسمها ايه كان اسمها ايه طبعا هعمل جلتش ازاي كده دلوقتي اوف ساعتها حلوه نايس انا فاكر العربيه دي كنت عامل منها عربيه باتمان انا احب العربية دي خلينا نجيبها اسود عشان الفخامة اوردر اوفيس جراج انا عايز املى الجراج ده عربيات كده كده لا مش عايز ده جبت مليون ليه دي مش حلو لا مش عجباني دي حلوة بفكرني ببي ام دبليو هجيبها هجيب منها اللون الاحمر ابيض قصدي احط في الاوفيس اصرف ما يهمكش اجيب ايه تاني جاز ده عايز املاه عربيات كده عربيات عندي شبهها واحدة سراكس برضه اسمها سراكس يعني بس مش عارف مش سراك بس مش احطه في الاوفيس يعني انا بختار اللون هدي حلوة لا يعني مش وحش اللي مفيش اشتريها دي اللون حتى اي لون هبدأ هون باي اتنين اوبس يعني حط في الاوبس ايه العربية لا مش شبه عربية الشارع اصلا دي حلوة دي تفكرني كده برانجو خلينا اجيبها اجيبها باللون الابيض وهعملها رانج روفر رانج روفر احلى دي الجراج ما بيتمليش ليه عايز اقوله كده عايز يقول لي كده you haven't space حاجات لسه مش حاجة انا وان صح اي وان كنت وان بي وان سي وان دي يعني هيحطها لي فوق مثلا لا محطهاش اصلا طب يمكن قصدي 3 تقريبا حصل قبل كده وحطها في 3 ايوه نيو بلوك اهي جت اروح قبل ما اظبطها يكون هو قبل الباقي
before you weaken. What can we do to it? Anything I can do? Anything at all? We all need to slow down. Indeed, Sarah, Sarah. Looks almost as good as you. How do you like cover? لا ابقى رغدة لكن الناس غمض عنها خليها كده عربية بس شايسة هذي كده كيف زي عبادة كلاسيكة زمان لايتس لا ابيض زي زمان اكيد مفيش نيون انا عايز كده اي يعني بس بتاع نسخه روشه بقى looking good امراء بس روشه كده كلاسيك هاي كده روشه لون كده هي كده لون قديم you've got an eye for this stuff ممكن نحن العصر الحجري لا احنا مش واحنا قلنا عايزينها دي سبورت يعني شويه يعني تكون عربيه كده عاديه بس هي داخله على سبورت عايز لون فسفوري اظن هلاقيه في ميتاليك فسفوري كده يا لا القرف ده الناس فورد بيض هي كانت في بوحة دي ولا اسمها بحصة بوحة وكان راح يتقدم لها عايز لون كده شرس ايه القرف ده يا اصلا كل الالوان دي مقفولة ميت 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 عايز اي حاجة شرسة اخضر كده يا طب انا بفكر اخد لون شرس وادور على لون تاني اظن كده هبقى شرس القرف ده لوك بريتي ايه انت كدابة على فكرة your cosmetics are on point نن 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 ايوه ما عايز حاجة كده سبورت او اس يو في حلوة كده سبورت دي عربية مولوتي بس سبورت لا حد اسمه زي كده ده كل فري no rush at all. اشتري كل ايه ده تاني بحب لعبة اللي هي الطيرز الكبيرة وبعدين هعمل الوورد كولر سوري ذيس از نوت بيوتيفول فروم مود خلاص استنى ايه فين اسمها ايه اللي انا مكتبها طيب بتاع مين طيب استوب مين بتاع مين هايكلر هايكلر اهو دلوقتي ممكن الونها صح غير كولر عايزين لون يقول لك اللي هي ملوكي براون لا انا عايز يلو كده لا لا جولدن جولدن كده اولف جرين لا الارض لا اسود كارزون بلاك طيب ديزاين لا 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 خليها كده احسن حاجة اشتري اسمك body work to match the driver طبعا يعني مش هتتفرج يعني ودي مش عايز اشوف المناظر اللي مش منا معاهم مليونز طم كل ده مجيبليش عربية تانية ولا خلاص كده المكان اتملى اصلا عندك 100 عربيات اوكي عايزه ده برانج روفر دي اللي انا هخليها رانج روفر والله هي بي ام دبليو استنى هي بي ام دبليو يا جماعه هقول لكم يا جماعه على اسم العربيه وروحوا اعملوا عليها سيرش على جوجل وهتعرفوا انها بي ام دبليو تب بي ام دبليو اكس 5 هتلاقوها هي اوكي هي
انا بقى ايه عند اكس 5 ده نكتب بقى ايه ده اللبس كتير كده قوي. هخليها رانج روفر. رانج روفر عايزين ارمور. ارمور يعني ازاي يعني اكيد هتخبط في الجبال يعني. ستروك ديفيلر She's got a good chassis on her. If I hear you, I'll wait. Girl is looking good. Look at me, you're looking good. You're looking good. Baby's all grown up. Hong Kong. Enjoy. Lights. المنظر لا خلاص على حسيت بيت على الروس فضاء خلاص. ايه ده كلها محطوطة making decisions is stressful. يمكن عشان تخش الطينة مثلا. لا اوكي هطلع هطلع سوري not a bad job. الابواب يعني خلاص عايزين نحط باللون مثلا اسود. What the looks almost as good as you. ساكن بكل مكان مين بودي بلاك واين ريد. اوكي انا احمر بقى Midnight. لا. You've got an ice and stuff. You've got an ice and stuff. بتاعت البترول الجديد دي. أنا نمت أكيد عشان نرجع نوفا. Don't she look pretty? Needles. Stop. Don't. I'm so happy. I can't even see the culture. No culture at all. Do you need a drink? Bubbles or something? Why you call me that? What kind of thing? عايز الكوتش ده صار او حاجة تانية. لا يمكن افرض كان عايز يشوف حد خلاص بقى يبقى اروح استكشف بيها بقى وانا والله بي ام دبليو. اوه دي حلوة دي فكرني كده بالعربي. لا فكرت بيها فكرني كده بالعربيات الخليج العربي ده. اوكي هي دي ام دبليو. هي نفس الاضواء دي. المشكلة لو ده لايف ستريم كنت ممكن احط لكم صورتها. اوفيس جراج ممكن احط لكم صورتها. هي اوكي هي ريحة توسخ عبارة متوسخة من الجنب شوية يعني عبية الشيك شوية. اوه ده في فتحة نايس.
طب لو قلت له كل هي مش هتصدقه. خلاص المعنى هذا من الفايل والفيزر. What are we doing today? عايز من اللايف فايزر عايز اروح اشوفه. Now what do you need? Makes sense in these troubled times, I guess. دي عايزينها ستريت. You got some precision breaks on that thing. شوارع بمبر. لا عايزينها زي ما هي ري بمبر. ممكن نكبر ري بمبر بس. Your cosmetics are on point. انجي اقوى حاجة يعني عشان تبقى حلوة في الشارع. Nice pipes. Well. If you can think it, I can do it. ايه ده جيرمان اوشن حلوه دي تحسها كده جابان اوكي ما هي جابانيز يعني مكتوب جابانيز انا خمدت لما اشوف مثلا دي كده نص ونص خليها جابان عجبتها جابانيز لا think long and hard جابانيز بير بير يا خضرا استغفر الله هذا ممكن اعمل ستوب ميرورز There it is. عمر شوف مرايه كده ممكن تتغير في دي تاني فيس سبراي برايمر كولر بلاسميك اوكي كرونكين براون How many cars you got in this garage again? I had anything. We've got Oh, no, I'm gonna have to do it. I'll get it. Then there's... Look out for yourself. Oh, this is gonna look really hot. بما اننا بالليل يعني فهروح اخد اللي هي بتاعت اللي انا عملتها يعني بتاعت صحراء لا مش دي المشكلة عندي عربية والله عندي عربيات كثيرة يا يلا نروح نجرب في الجبال بقى الصراحة احس ضعيفة شوية ممكن اخليها سبورت انجن تمشي زي الناس فوق المحاضرات بقى وفوق الرسمي ليه بقى I'm gonna throw him a 35.
fucking wake up window. Which don't you wake up window? Oh, yeah. 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 Oh, يا زياد هاي 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 يا جماعه هاي هاي يا زياد هاي انتوا موجودين لو موجودين اكتبوا كومنت تاني انا شايفكم ازيك ازيك هاي ليه طريق النهر يا إلهي يا عمتي من الصحة ولا عربية ولا ماونتنز ولا أي حاجة العربية ضعيفة لا أنا عايزة تمشي بسرعة بس تمشي بتاعها الأرض مش تمشي بتاعها ينفع بس هي ضعيفة بس طيب ممكن تكون فوق مع العربية دي ما تنزلش السكينش بتاعها هتروح في اي حتة انت عايزها ايه المكان ده المتقطع مين اللابس تقريبا انا كده استنى نعمل فيلم اكشن دلوقتي واخده من هو مكلم الرتيبة اوف 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 لا لا ما تجربهاش بالطريقة زي ما بعمل كده عشان هتلاقيها بتطير معايا عشان عايزين نجيب اكشن واحد يركن كده وانا الحرام الباظت لا 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 فين الراجل كده خلاص كمل ماشي يعني ما مرتش ليه الله يرحمه اللي بيموت بنعمل فيه ايه انت ايه اللي موتك انت خلاص كده كأنه عمل حبسه دلوقتي وانفجر ما خلاص ماشي ماليش دعوة اقف 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 هنا صح انا عايز اجرب تعال الكني هنا يا سيوه تعال الكني ابلع ايه ده ايه الاحترام اللي انا فيه ده ده ما فيش هاخد كام دولار دلوقتي يا جماعه انتوا مشيتوا ولا ايه كتبت ايوه كده اللايكس شير يا جماعه شير شير ثاني هو البتاع بايظ ولا ايه اوكي انا نفسي جيمينكس
اشتري عربية يعني. Luxury valet and concierge services are available to VIP members. Indulge. You deserve it. ان شاء الله سيارة. بداية الحقل كده بس الحقل. لازم الاكشن. اذا ركب كمان اتفرج شوف حظي. هو السلعة ورينا حظي خلينا ورينا. ليه لازم مستنيك بره. بطلع منين؟ فين؟ انا عندي بين هاوس انا نسيت فركين جراج. انا عندي بنت هاوس نفسي شاريني صحية بالملايين. انا مليار دي اوف الحر ده. انا عربيتي انا عايزها. ايه اللي جايب العربية بتاعتي هنا في المكان دي قده؟ اوكي كأني داخل مسرح يعني. لا ايه المكان ده؟ تو باركينج جراج. اوكي انا اصلا عايز اخش بينت هاوس يعني مش عايز اخش الجراج. لا بينت هاوس جراج بينت هاوس. او ماي جاد او هنا اصلا مش كده الارض بايظ. طم 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 عايز الضرب. ايه ده الا العربية يكلمين. استنى الويتل. ترجع العربية لبين مكانها. هل تبع بيكم هل تبع بيكم تبعوني يخلبوك الرابع مالك تطعي كيك كيك I'm on the clock. What you want? Some wheels? ايه ده في البنت هاوس اصلا؟ اوكي This is Glory Italia at 18 Can you learn it? You can isma a folia free color. I don't know folia or free color. I don't know. I'm sure I have a new one. I'll get back to it then. I'm gonna ask you my vehicle. My vehicle. Where is yours? I'm gonna look at it. ايه ده الشعر اخد يعمل كده ايه؟ وات
شعري كويس. Madre mía. بنت من باب واحدة. انا هاوس يعني ولا Morse Mutual, how can I be of service? I think we can handle that. I'm sorry I couldn't help. تقريبا فجر لي عربيتي انا حاسس فجر لي عربيتي وانت اخش الجهاز ازاي اخش جراج وان يعني اخش كده طيران يعني ولا ايه يعني هي بتمشيش اصلا يعني اظن اللي هو مش هيجيب لي اللقطه هي بتطلع يعني وبيخش انت لعبه اوكي جاب لي طب هتمشي ازاي اه صح اصلا ما بيخليهاش تمشي خلينا ناخد البي ام دبليو اللي انا خلاص ما بالبي ام دبليو خلاص هي حتى البانوراما البانوراما والله انا شكلي هقتل نفسي بالغلط يا جماعه اكتبوا لي كومنت هو ده بقى البينت هاوس جراج يعني هو ده اللي انا دفع فيه يعني مليارات والله دفع فيه مليارات قد كده بينت هاوس في الاخر يطلع جراج ايه جراج يعني حاجه جديده فيه اللعبه عجيبه يعني بينت هاوس جراج مثلا جراج في اي حته يعني ده مش جراج يعني يستخدم طب شيء
اوكي بنتهاوس يعني لا لا بقى انا عايز اتحرك بقى So you bought the penthouse. That's wonderful. Nice to see you again. Hello, Miss Baker. Oh, hello, Tom. Boss, do you need any help with Mr. Chang, perhaps? No, Tom. That'll be all. Maybe some champagne. Good idea. Why not? So listen, if you need any advice about, well, anything, but in particular business here, Tom's the person to speak to. And always happy to oblige. This truly is a happy day. I must show you around your new home. Miss Baker, are you sure I can't help with Mr. You know, maybe that would be a good idea. Tommy boy! I got to go back Mr. Chang. More danger, look. He's totally fucked like a melon. I mean, the job stresses. This is Mr. Chang. Our owner, Mr. Chang? Oh, what is that? That's how he lag. The good news, sir, is we have sold the penthouse to this lucky man. Oh, let's hook out! Oh, Habibi. What am I isolating here? Rehab has not worked out so well. His uncle, there's a lot of pressure. Well, people, isn't this a happy day? Get the champagne. Oh, champagne! What's the champagne? I had another aggressive call from Texans, from Avery Duggan. Mm-hmm. He said you've been pretty rude. The takeover is turning hostile. Let's have this champagne. Oh, where the karaoke machine? Ramadan. Mr. Chang said he's very sorry. But he's under a lot of stress. He didn't say that at all. No, but he meant it. Whatever. Avery Duggan is not a nice man. This won't be good for business. If he's serious, he's not above blackmail. Jeez. Well, his uncle is a Kowloon murderer who's made it clear he will kill all of us if this place fails and brings disgrace to his privileged nephew. But that isn't the serious problem. The real problem is Avery Duggan. Yes, the Texan asset stripper who's realized we're fucked and is putting all kinds of heat on us to sell at knockdown prices after he's destroyed this place and your apartment and my career in the process. Anyway, welcome to your new home. I've got to go. Well, if you need anything at all, you know where to find me. Gotta solve this case, and I know just how to get into that movie lot. Hey, Joey, look what I snuck for my old man. Yeah, Zeus, Nancy. مفيش أي حاجة حلوة يعني. أكيد قضيت الضيوف. أوه، يعني اشمعنى حمام هو ده؟ فخامة، إنها فخامة. ليه ما عملوش ذهب بقى إيه ده؟ الله. يعني هو دش اوكي امشي يا جماعه امشي لا لا خلاص انت ميسيس بيكر الخبابة ثانية افرض واحد كان مثلا واقف قدام باب الحمام يفتح كده ويشوف اللي جوه ايه المكان ده بنت هاوس قال اوكي هو كبير شوية حاسس بقى الفاسيلتي مش فاسيلتي اتخلص بقى امشي اللعبة مش حلوة ابدا نجيب جولين لا مش هاتف يعني هو ابن حفل مش عايز خلاص ماشي مش بس اوشن تين 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 انا كده بخم تين طيب اعمل ايه طبعا بسيء حاجة اللعب عجيبة صحيح.
Hello, this is Agatha, the casino and resort manager, again. Look, I tried to explain this in your penthouse, but here it is. The diamond may look brand new and sparkling, but it's actually in trouble. The rebuild went way over budget, and the Chings had to refinance. The new debt came from these Texans, the Duggins, and now they want to take over completely. They're a multinational with interests in oil and gas, security services, and gambling. And if they buy us, they will strip out everything they can. Every contract will be undercut, including your ownership of the penthouse. So, if you want to help us get out of this, come see me in my office by table games. There has been a development. If you do help, and this works out positively, there could be a significant dividend in it for you. ايه الاوضه دي بقى ليفنج روم يعني ماشي ليفنج روم هنا بقى ايه ده المكان ده عجيب كده ليه ده المكان ده اكتر في مكان اظن هيبقى فيه جليتش يعني كده ليفنج روم انا كيتشن اوه انا فين الفيو الفيو يعني هو ده البنت هاوس يعني هو فين القرف ده فين لا انا مش عايز اطلع هو ده فيه هنا اوكي اوكي روف تشير فيس اكزيت روف تشير فيس اوكي روف روف وهنا اصلا السيارة ايه المكان ده وهنا اللي هو هنا هنا ده فين اكتر نايف ايوه انا هنام فين بقى انا هنام على اتنين يعني ولا ايه هنا بأكبر فندق ولا انا حاسس ده مش بنت هاوس انا مش شايف اي فخامة يعني اوكي لقيت فخامة هنا اوكي شاور انا عايز اخد شاور يعني اوكي استنى يعني هنا واحد جالس في الباص توب يعني وهنا واحد جالس قاعد يستحمى وهنا واحد جالس يتفرج على الاثنين يعني وهنا ايه ده هنا احنا